الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، حينما جاء يعني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأخيه ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، يا رسول الله هذا أخي جاء يبايعك على الإسلام وعلى الهجرة في سبيل الله، هو مش واخد باله ان في فرص يا جماعة بتتقفل، ان في ابواب ما بتفضلش مفتوحة للنهاية، ان في فرص عارضة، اللي بيلحق يقنصها هو ده اللي بيفوز بيها، القناصين بس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما الإسلام فنقبله، واما الهجرة فقد مضت ومضى اهلها بما فيها. خلاص هجرت ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا اخواني في الله. 10 ذي الحجة عدى منها 48 ساعة، نحن الان في الليلة الثالثة من ليالي 10 ذي الحجة، عدى يومين واحنا في اليوم الثالث، خلاص في الليلة الثالثة من الليالي التي اقسم الله سبحانه وتعالى بها، وعلى مشارف اليوم الثالث من اعظم ايام الدنيا عند الله وازكى ايام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. وصلت لفين؟ عملنا ايه؟ وصلنا لفين يا جماعة اخواني واخواتي؟ وصلنا لفين؟ قلوبنا اتحركت في ذكر ربنا ولا لسه؟ دقنا طعم الذكر ولا لسه؟ عشنا مع جلال الله في ملكوت الله ولا لسه؟ بدأت تتهيأ قلبيا انك تخرج من الايام دي مرتبط بعبادة الذكر ومش هتسيبها؟ اوعى تنشن على عبادة الايام العشرة ده، ايه؟ نشن على انك تخرج فائز بعبادة الذكر، هو ده الهدف بتاعنا يا اخواني في هذه الايام العشر باذن الله سبحانه وتعالى. الهدف بتاعنا المرة دي عالي جدا، والهدف بتاعنا المرة دي احنا بقالنا سنين في التزامنا، معظمنا لسه ما خرجش بيه. الهدف بتاعنا المرة دي باذن الله ان احنا نفوز بعبادة الذكر، ان احنا ندوق طعم عبادة الذكر فنستمر عليها ولا نتركها ابدا. عشان كده النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن العبادة اللي النبي عليه الصلاة والسلام فضل 23 سنة لا يكل ولا يمل من دعوة الصحابة اليها، ومن تربية الصحابة عليها، لان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان هذه العبادة لو جاءت في حياة انسان، لو جاءت في حياة واحد او واحدة هتغير له حياته وهتوصله بربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا يا اخواني، مش انا اللي قعدت الوقت على الكرسي اكلمكم، اللي قاعد مسؤول كبير، محافظ لا اعلى، وزير اعلى بكتير، يعني ملك من الملوك، هو اللي قاعد مكاني هنا كده وقال لكم يا شباب تمنوا، يا شباب كل واحد يقول الطلب بتاعه، اي حد يطلب اي طلب هنفذه له. اهو اللي هيقعد على الكرسي ده، انتوا عارفين مين؟ هو ده العبادة اللي هنتكلم عنها النهاردة، عبادة الذكر، عبادة بتحل لك كل مشاكل حياتك، عبادة بتخليك انسان مؤمن بحق وحقيقي، عبادة بتحيي لك عمرك بحق وحقيقي، عبادة هتخليك ملك من الملائكة ماشي على الارض، عبادة هترفعك عند الله رفعة لا تتخيل ان انت كنت تصل اليها، وهتسكن حب الله في قلبك بمقامات لم تتخيل انك انت ترتقي اليها. عبادة لو قعدنا نتكلم عنها مش هنقدر يا جماعة. كفاية ان النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يقرنها بعبادة الجهاد، وكان يقارن بينها وبين عبادة الجهاد، فقال: وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. عبادة الذكر، اسرار الذكر، اسرار الذكر، ذوق طعم الذكر. الدورة التربوية المكثفة اللي احنا بدأناها كل يوم العصر، كل يوم العصر هنا في ذكر الله سبحانه وتعالى، واحنا بنتقابل من قيام الليل، بنتقابل من قبل الفجر بفضل ومنة الله، اخوة بتسحر مع بعض وبنفضل قاعدين لحد قبيل المغرب هنا. بدأنا هذه الدورة العصر، والنهاردة قلنا يبقى زقة في عبادة الذكر يا جماعة بإذن الله، ان احنا نفتكر الذكر هيعمل لنا ايه في حياتنا، الذكر هيعمل لك ايه في حياتك، الذكر هيعمل لك ايه في حياتك، ايا ما كانت مشكلتك. مشكلتك ايه؟ واحد هيقول انا ملتزم جديد لسه صفر، معرفش حاجة، انا عايز ابدأ بداية قوية في علاقتي بربنا. وواحد هيقول انا والله ملتزم قديم وشغال في الدعوة وشغال في طلب العلم، ولكن قلبي قاسي، انا عايز حاجة تلين لقلبي، عايز احس ان انا عبد لله. واحدة تقول انا حياتي كلها
مشاكل، مشاكل مع بيتي، مشاكل مع جوزي، مشاكل مع الدنيا كلها، انا عايزة حاجة تحللي مشاكل حياتي. واحد هيقول انا الدنيا مقفلة في وشي، لا عارف اشتغل ولا رأي شغل ولا عارف اتجوز، احط ايدي في الخضرة تخرب، احط ايدي على الجرح يولع، اعمل ايه؟ الدنيا مقفلة في وشي، انا عايز حاجة ربنا يفتح لي بيها ابواب فضله ورحمته. واحد رابع هيقول انا عندي اكتئاب نفسي، انا مكتئب، او انا عندي توتر، انا مضغوط نفسيا، انا عايز احس مرة ان انا سعيد، انا عايز احس مرة ان انا انسان سعيد، عايز احس بالسعادة، نفسي احس بالسعادة. واحد تاني هيقول انا ذنوب كتير والدنيا ضلمة في وشي، انا عايز اعمل حاجة احس ان انا ذنوب اتكفرت، ان انا ذنوب اتغفرت، اعمل ايه عشان اكفر عن كل اللي عملته. واحدة تانية هتقول انا عارفة ان انا قدامي طريق طويل، ده لسه الموت والامه، ولسه القبر، ولسه الصراط والميزان والقنطرة والجنة والنار، اعمل ايه؟ انا عايز افائض حسنات احس ان انا باذن الله يغطي لي كل المراحل اللي جايه، اواجه كل الكروبات اللي جايه دي بايه؟ عايز افائض حسنات. واحد تاني هيقول انا حاسس ان انا تايه، كل ما اعمل جدول عباده يبوظ، كل ما اسمع درس عن اي حاجه من الفضائل واجي اعملها الاقي نفسي مش قادر، عزيمتي ضعيفه. عايز حاجه تقوي العزيمه، عايز حاجه تبث الطاقه جوايا وتشحن قلبي، عايز عباده تشحن القلب فعلا. واحد تاني هيقول انا مشكلتي بقى كل ما اصلح البنطلون الجاكيت يضرب، وكل ما اصلح الجاكيت البنطلون يضرب، انا اجي اصلح العباده العلم يبوظ، اجي اصلح الدين الدراسه تبوظ، اجي اصلح الشغل الدعوه تبوظ، مش عارف اعمل ايه، اجي اشوف بيتي واولادي حضور الدروس يبوظ، اعمل ايه؟ كيف اجمع؟ اريد ان اجمع. انا بقول لكل دول حل مشاكلكم في ذكر الله، حل مشاكلكم في ان تكونوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ذكر الله، العبادة اللي بتوصلنا بالله. يا جماعة هنتكلم النهاردة، والله يا اخواني انا ما احسست بالعجز وانا اتكلم عن عبادة من العبادات مثلما احس بالعجز وانا اتحدث عن ذكر الله، لان انا مهما حصل انا مش قادر اتكلم عن الذكر بيعمل ايه في الحياة. لان يا جماعة الكلام اللي انا بقوله لكم ده يعني ممكن اكون فتحت كتب في السنة وفي التفسير وقبل ما اتكلم معاكم، انما العاطفة اللي مسيطرة عليا عاطفة واحد جرب، عاطفة واحد شاف لما ذكر ربنا ربنا عمل له ايه، ولما بعد عن ذكر ربنا خسر ايه. فالعاطفة المسيطرة عليا اوصف لكم ازاي، يعني قضية واحد مثلا بيقوم الليل وبيدعي ربنا كل ليلة، فشاف في اجابة الدعاء ايات باهرات زي الاخوة كلهم اللي بيقوموا الليل معانا والاخوات اللي بيقوموا الليل معانا، فمهما اتكلم عن قيام الليل مش هيقدر يوصل اللي جواه، ده واحد قلبه في السماء وبيحاول يوصف لك. عايزين نتكلم مع بعض عن عبادة الذكر يا اخواني، عن اعظم عبادة بتوصلك بربنا واسهل عبادة بتوصلك بربنا سبحانه وتعالى. يا ترى ذكر ربنا هيعمل ايه؟ تخيلوا معايا كده يوم من الايام عادي جدا، النبي عليه الصلاة والسلام جالس بعد الفجر فبيقول للصحابة من أصبح منكم اليوم صائما، هو النهاردة رمضان يا رسول الله؟ لا، النهاردة عاشوراء؟ لا، هو النهاردة عشر ذي الحجة؟ لا، أمال إيه؟ مفيش أي حاجة، النهاردة يوم عادي خالص خالص، ده اختبار في يوم عادي خالص. عارفين زي بالظبط كده يجي دكتور مادة في يوم من أيام الأجازة ويلم الطلبة اللي المفروض هيدخلوا السنة الجاية ويقول لهم من ذكر منكم اليوم درسا، من حضر منكم، من اشترى منكم اليوم ورقا وأقلما. احنا في يوم عادي، ما احناش في يوم من أيام المواسم التعبدية، والنبي انهالت أسئلته على الصحابة، مين اللي صام النهاردة؟ أبو بكر. أنا. مين اللي تصدق النهاردة؟ أبو بكر. أنا. مين اللي تبع جنازة النهاردة؟ أبو بكر. أنا. مين اللي أطعم مسكين النهاردة؟ أبو بكر. النبي أسئلته بتنهمر على الصحابة وأبو بكر جاهز في كله. ليه يا جماعة؟ إيه اللي خلى أبو بكر الصدوق يعمل كده؟ عاطفته تجاه الجنة، فكر الجنة يا إخواني، هي دي النقطة اللي الواحد لما حاول يفسر ايه السبب في ضعف الذكر عندنا لقى دي النقطة المحورية، ان احنا ما عندناش فكر الجنة، ان احنا ما عندناش اللهفة على دخول الجنة زي الصحابة. عشان كده الصحابي كان في المعركة ايديه تتقطع ما عدا حتة جلدة هو اللي يفصل ايده عن جسمه ويلقيها ويقول اسبقيني الى الجنة، هو عايش مع الجنة. زي سيدنا عمار في اليمامة لما كانت اذنه اتقطعت من راسه ما عدا حتة جلدة ماسكة فيها وظل يصرخ في القوم امن الجنة تفرون. انت بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن الجنة. طب ودنك؟ هو ناسي ودنه اصلا. ليه؟ لا يعني حتى مش هو اللي قال ده، ده اللي قال ده صحابي من الصحابة شافه، واذنه تذبذب وهو يصرخ في الناس امن الجنة تفرون، ليستحس الناس على الجهاد.
فكر الجنة يا جماعة، يا ترى انت قضيت قد ايه من عمرك لحد دلوقتي؟ نص عمرك، يبقى المفروض تكون حصلت نص ثمن الجنة. انت حصلت نص ثمن الجنة؟ انت حصلت ربع ثمن الجنة؟ احنا جايين الدنيا دي يا جماعة عشان نحصل ثمن الجنة يا اخوانا. ما هو في الدراسة اتعلمنا لما الامتحان يجي صعب التصحيح بيبقى سهل، ولما الامتحان بيبقى سهل جدا 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 لا هيبقى التصحيح حاسم. انت في امتحان الاخرة هم تلات اسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك، والتلات اسئلة متسربين والاجابات النموذجية متسربة، والتلات اسئلة سهلين. يبقى الامتحان 50,000 سنة امتحان حاسم لكل انسان دخل هذا الامتحان مننا، دخل هذه الدنيا واصابه ان صار مكلفا وصار له ملكان يكتبان عليه حسناته وسيئاته. يا جماعة الدنيا ديت عاملة زي بيت له بابين، باب بيدخل على الجنة وباب بيدخل على النار. انت هتخرج من الدنيا ديت على اي باب من البابين دول؟ يجب ان ننتبه الى هذه الحقيقة يا اخواني في الله. ذكر ربنا، اللي هيذكر ربنا مننا كتير، اللي هيقعد العشر ايام دول يذكر ربنا ليل نهار، وهيخرج من العشر ايام دول بنية يا رب مش هسيب ذكرك، يا رب مش هتخلى عن ذكرك، يا رب استصحب ذكرك في الحياة. هياخد ايه يا جماعة؟ اولا حب الله، الذكر وحب الله. تخيل كده انت لسه داخل الوقت الدرس، وانت داخل قلنا لك ايه يا عم، اهلا اهلا اهلا، ده احنا كلنا كنا لسه في سيرتك. تفرح قد ايه؟ كلمة احنا كنا في سيرتك دي تفرحك. عشان كده لو ابن سافر وسببه، كل ما واحد يقابل الابن في الغربة يرجع لابوه يقول له ابنك دايما في سيرتك، الاب هيفرح قد ايه؟ طب تخيل الملائكة كل اثنين وخميس بيرفعوا تقارير الاعمال بتاعتك الى الله، والتقرير مكتوب فيه عبدك دايما في ذكرك، زي ابنك دايما في سيرتك كده، عبدك دايما في ذكرك، عبدك ما بيبطلش ذكر ليك. تخيل ربنا يحبك قد ايه، ربنا يقربك قد ايه، ربنا يرفعك قد ايه، ربنا سبحانه وتعالى يختارك قد ايه. تخيلوا يا جماعة، يعني انت عارف يعني ايه ربنا؟ لما تذكر ربنا، ربنا يعني يباهي الملائكة ويقول لهم عبدي فلان يذكرني. تخيل كده لو الوقت واحد قال لك ده المحافظ عامل اجتماع في المحافظة مع فريق العمل بتاعه او مع المستشارين بتوعه، وقاعدين في سيرتك الوقت وبيتكلموا عنك كلام كله خير، هتحس بالفخر قد ايه؟ طب مالك الملك مع الملأ الاعلى وحملة العرش الان في ذكرك. تخيل بقى انت ذكر ربنا ده بيرفعك قد ايه، بيقربك من ربنا قد ايه. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على اصحابه فوجدتهم يذكرون الله في المسجد، فقال ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونشكر الله على نعمة الاسلام. فقال الله، ما اجلسكم الا هذا؟ بالله عليكم ما اعكوش الا ذات. فالصحابة تعجبوا قالوا الله، ما اجلسنا الا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اما اني لم استحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل اتاني. سيدنا جبريل نزل سبع سماوات عشان اللي قاعدين يذكروا ربنا، يعني اللي قاعدين في المسجد يذكروا الله الايام ديت، يعني ممكن ملائكة من فوق سبع سماوات تتنزل عشانهم. ولكن جبريل اتاني فاخبرني، امسك قلبك يا اللي قاعدة تذكري الله طول اليوم النهاردة، يا اللي قاعد تصلي على رسول الله طول اليوم النهاردة، يا اللي قاعد تسبح وتهلل طول اليوم، امسك قلبك. ولكن جبريل اتاني فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكة. الله اكبر. انت لما بتتباهى بثوب بتتباهى باغلى ثوب عندك، لما تتباهى بحاجة بتتباهى باقيم حاجة عندك، يعني انت اغلى حاجة عند ربنا. معنى ان ربنا يباهي بيك الملائكة ان انت غالية عند ربنا قد ايه. هو الذكر بيخليك عند ربنا قوي كده؟ هو الذكر بيرفعك عند ربنا قوي كده؟ حب الله يا جماعة، حب الله. طب الحاجة التانية السعادة النفسية في زمن استريسد اند ديبريست، في زمن الاكتئاب والتوتر والقلق والضغط ومن اعجب ما يكون انك انت تلاقي يعني الضغوط النفسية اصابت الناس بحالة من التجاهم رهيبة في الزمن ده، الكل عايز يعيش سعيد. طب اسمع بقى، ما قعد قوم قال رسول الله، قال رسول الله، يا نهار فاهم الذكر، قال رسول الله، يا سيسي يا سيسي ماشي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ونزلت عليهم ايه؟ السكينة. الله، هي دي اللي نفسنا فيها السكينة يا جماعة. السعادة مع الاطمئنان، مع الاستبشار، مع الاحساس بالتفاؤل والامل، مع البهجة، مع اليقين. السكينة دي كمية مشاعر فرح وبهجة ويقين اجتمعت مع بعض بقت حاجة اسمها السكينة. مش ده الحلم بتاعنا؟ وما جلس مجموعة من الشباب في عربية متفيمة لواحد صاحبهم يشربون سجاير ملخمة ويسمعون اغاني اجنبية الا نزلت عليهم الكآبة وحفتهم الشياطين وسودت صحائفهم والعياذ بالله. يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بذكره يتداوى، يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة، فنعم الطبيب، فنعم الطبيب. يا الله، اللي مجرد ذكر اسمه شفاء للأمراض، شفاء للهموم. مجرد ذكر اسم الطبيب، الله سبحانه وتعالى شفاء للهموم. طلعت شمس حبه في القلوب واستنارت فما تلاها غروبه. حبيب القلوب الله سبحانه وتعالى. الذكر من اسباب السعادة النفسية، الذكر من اسباب الكرامات يا جماعة. ودي حاجة يعني الناس تسأل هو الرؤى قالت ليه، هي اجابة الدعاء قالت ليه؟ يا ابني لان ذكر ربنا قال، لانك انت قاعد تذكر المخلوق وقاعد تتكلم على المخلوق. لو احنا عودة ذكر الله الى الصف مرة اخرى، لو الاخوة والاخوات رجعوا لذكر ربنا مرة تانية، حياتنا هتتملى كرامات. حديث بتاع سيدنا حنظلة لما قال نفق حنظلة وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا حافظين الحديث وحافظين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له لو انكم تدومون كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. الحديث ده له رواية صحيحة، لو انكم يا حنظلة، لو انكم تدومون كما تكونون عندي وعلى الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لو فضلتوا على ذكر ربنا ليل نهار الملائكة هتسلم عليكم في الشوارع، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. دايما يا جماعة عبادة الذكر لو حد منكم لاحظ مرتبطة بالملائكة. احنا الوقت قلنا اللي بيذكروا الله ربنا بيعمل معهم ايه؟ ها؟ يباهي بهم الملائكة. والنبي قال لو تدومون على ذكر لصافحتكم ايه؟ الملائكة. والامام ابن القيم رحمه الله بيقول انك كلما شرعت في ذكر الله شرعت الملائكة في بناء ملكك في الجنة، فاذا توقفت عن الذكر توقفت الملائكة عن البناء. يعني الذكر ده عبادة ليها ارتباط بالملائكة، عبادة ملائكية، لان الملائكة لا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الملائكة بيسبحوا ليل نهار بدون ما يتوانوا، بدون ما يفطروا، بدون ما الحماس القلب بتاعهم يقل في ذكر الله سبحانه وتعالى. متخيل بقى، متخيل انت عبادة الذكر ممكن ترفعك لدرجة ملائكية ازاي؟ عبادة الذكر من اسباب الكرامات والعطاءات والنفحات. الكلام ده يا جماعة مجرب، الكلام ده مجرب. جرب كده تذكر ربنا، جرب كده. انا يعني كلمتكم قبل كده في درس الاستغفار عن الاستغفار بنية تفريج الكروبات والقصص الباهرة اللي بتحصل بعده، وكلنا بالتأكيد جربناها كلنا. يعني 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 اسأل الله ان اكون يعني الا اكون ممن يقولون ولا يفعلون. كلنا جربناها، وانا جربتها مع بعض اخواني من هنا في مجالس استغفار، ورأينا ما يحدث من نفحات الله بعدها. وكثير من اخواننا واخواتنا يعني برضو تحدثوا عما اكرمهم الله به. يا جماعة ذكر ربنا ده روشتة مجربة، ده موضوع خلصان. انك انت لو داومت على ذكر الله بس، داومت على الروشتة كي نسبحك ايه؟ ها؟ كثيرة نذكرك ايه؟ كثيرة. الذاكرين الله ايه؟ كثيرة. والذاكرات الذكر جرعته كده، جرعته انك تذكر ربنا كتير وتذكر ربنا باستمرار. قال تعالى فاذكروني اذكركم. تخيل انت لو المحافظ في سيرتك يبقى شكله كده عايز يعينك ايه؟ موظف كبير مثلا في المحافظة. طب لو الوقت يعني رئيس الحكومة في سيرتك شكله عايز يجيبك وزير. طب لو رئيس الجمهورية في سيرتك يبقى اذا لما طب ملك الملك في سيرتك يبقى هيديك ايه؟ يبقى يحبوك ايه؟ يبقى هيعطيك ايه؟ عشان كده الذكر من اسباب الكرامات. لو انكم تدومون كما تكونون عندي وعلى الذكر لصفحتكم الملائكة في الطرقات.
يعني ذكر ربنا هو حل كل مشاكلك. انا عايزك تخرج النهاردة باليقينية المسلمة دي، ان حل الهموم اللي جواك، حل الكآبة اللي جواك، حل الدنيا اللي مقفلة ابوابها في وشك، حل انك نفسك تحس انك موصول بربنا وفي علامات معاملة بينك وبين ربنا، حل الترقي في العبادة والذكر. طب هنعمل ايه؟ ما انت مش هتقرر تذكر فهتذكر. ده سبحان الله العظيم، يعني ربنا لا يجعلنا من المحرومين يا جماعة. في واحد ممكن يقول لي واحد اوعى تجيب سيرتي على لسانك، انا خايف، انا خايف لو احنا استهترنا بعبادة الذكر ان يتقالك الكلمة دي، ما تجيبش اسمي على لسانك. انا خايف انك تحرم من الذكر عقوبة بغفلتك عن الله سبحانه وتعالى. ربنا قال عن المنافقين ولا يذكرون الله الا قليلة. طب امال اللي ما بيذكرش ربنا خالص؟ امال اللي ما قعدش جلسة ذكر النهاردة اصلا؟ امال اللي ما قعدتش اصلا جلسة ذكر النهاردة دي؟ يعني المنافقين احسن منه؟ يعني منافقين زمان احسن منه؟ تلات ايات بيرعبوا قلوبنا يا جماعة، تلات ايات. الاية الاولانية، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. تخيل بقى شيطان جنبك هيعمل فيك، هيظبطك. تخيل شيطان بقى معاك هيعمل فيك، هيسويك. ربنا يحفظنا يا رب من شياطين الانس والجن. الآية الثانية، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الآية الثالثة، ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى إذن دي قضية خطيرة جدا، قضية المحرومين من الذكر. المحرومين من الذكر يعني يا جماعة، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت. الميت ده متعفن، ده قلبه متعفن بالشهوات. الميت ده ما يقدرش يدفع عن نفسه حاجة، ده أي فتنة ضعيفة تجيله تجيبه لمس كتاف على طول. الميت ده ما بيجيش من وراه خير، ده ما بيجيش من وراه لا في دين ولا في دنيا خير. مثل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل البيت الذي يذكر الله، ده المروات دي بقى الأسرة، انت ومراتك وولادك، مثل البيت الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. الميت في قبره، يا بيعذب يا بينعم. يبقى دول لو بيت ميت يبقى بيت كأنه في عذاب قبر، يبقى بيت في عذاب ومشاكل وهموم. البيوت اللي ما فيهاش ذكر هي البيوت اللي بيجي دايما منها المشاكل، هي البيوت العلاج والتحاليل والأشعة والقصص اللي حصلت في الآخر بيحاسب المستشفى وخارج 2000 جنيه، ولسه عليه 2000 جنيه بتوع العجل برضه، يعني مش دافع 2000 جنيه. يعني ما تبخلش بوقتك على ربنا، ما تبخلش بحياتك كلها على ربنا سبحانه وتعالى. ادي لربنا كل ما تستطيع ان تضحي به من اجل ان تبرهن على حبك لله. وكفى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامة. هتندم وهتعض على ايديك على كل ساعة مرت عليك في الدنيا ما ذكرتش ربنا فيها. الذكر والحفظ يا جماعة، اثر الذكر في الحفظ من الشياطين. لما الواحد بيقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام والراجل خارج من بيته فبيقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل، فالشيطان بيقول لصاحبه يعني ما بالك برجل كوفية ووقية وهدية. فبقول سبحان الله، يعني انت كل مرة خارج من بيتك مستنيك اتنين شياطين مستنيينك يطلعوا عينيك. اللي حماك منهم الذكر، وانت داخل بيتك وبتقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، الشيطان بيقول للشلة بتاعته الجروب بتاعته لا مبيت لكم ولا عشاء. ده انت كان مستنيك شلة شياطين يولعوا لك البيت حريقة بينك وبين اهلك، واللي انقذك هو الذكر. عند الجماع الشيطان لا يقربك اذا ذكرت الله، يا نهار ابيض. ده انت في شيطان مستنيك بس انك تأتي زوجتك، وعند الجماع بقى يعني ممكن يشاركك في ولدك والعياذ بالله، والعياذ بالله. لما تيجي تقول آية الكرسي قبل ما تنام الشيطان لا يقربك، ده كان في شيطان مستنيك ساعة النوم، ده كان في شيطان مستنيك عند النوم يوترك يقلقك يخليك ما تعرفش تنام، يخليك ما تعرفش تصحى بعد ما تنام لصلاة فجر ولا للقيام ليل. يعني يا جماعة الشياطين مستنيانا 24 ساعة ولا ينجينا منها الا ذكر الله. عشان كده الذكر سبب النجاة. مين اللي نجى موسى من فرعون؟ الا قول الله ولا تنيا في ذكري. مين اللي نجى يونس من بطن الحوت؟
إلا قول الله فلولا أنه كان من المسبحين. ذكر ربنا سر نجاتك في حياتك، ذكر ربنا ده حصن انت طول ما انت جواه مفيش سوء عارف يقرب منك. ازاي ما احناش منتبهين لقيمة الذكر؟ الذكر ده عبادة بتحييلك عمرك، مش هتقدر تصلي طول اليوم ولا تصوم كل يوم، انما تقدر تذكر ربنا ليل نهار. لسانك يا يدخلك الجنة يدخلك النار. اسهل حاجة في حياتك انك تحرك لسانك، ما بتحركوش في طاعة ربنا ليه؟ اسهل حركة في الجسم حركة اللسان، ليه ما بتحركوش في طاعة ربنا؟ هي سهلة على لسانك بس تقيلة على قلبك. اعترف، هو ذكر ربنا تقيل على قلبك؟ هو انت قلبك مشغول بالدنيا فما انتش عارف تذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده ذكر ربنا بيعالج مشكلة من اخطر المشاكل عند الملتزمين والملتزمات. عارفين ايه؟ العزيمة، ضعف العزيمة. يقول لك مش قادر، انا عايز اتوب، انا عايز التزم، انا عايز اخلص من المعصية الفلانية، مش قادر، مش قادرة، انا عايز البس حجاب امهات المؤمنين، مش قادرة، انا عايز اقوم الليل، مش قادر، انا عايز اصوم اثنين وخميس، ما اناش قادر. اوعى تفتكر انك ما انتش قادر بدنيا، ده كلام وهمي، انت مش قادر قلبيا، العجز عندك في القلب مش في الجوارح، مش قادر. قضية العزيمة، لما النبي عليه الصلاة والسلام جاله الرجل فقال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، يا رسول الله مش عارف اعمل ايه، اطلب علم ولا اشتغل في الدعوة ولا جاهد ولا ابر زوجتي ولا رب عيالي ولا قوم الليل ولا صوم النهار ولا تعبد لله بتحصيل رزقي ولا اشتغل في الدعوة، اعمل ايه يا رسول الله؟ شرائع الدين قد كثرت علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. كان زمان بفهم انا الحديث ده ان معناه سيبك من كل ده وركز في الذكر، انما يا جماعة لما الواحد يعني بفضل الله يعني بدأ يفهم شوية هذا الحديث، لا يا جماعة ده انت ربنا بيقول وانا معه حين ايه؟ يذكرني. فالذكر سبب المعية، فحينما تستديم على ذكر الله تخرج من حولك وقوتك الى حول الله وقوته، ربنا بيتولاك. فلما ربنا بيتولاك هتقدر تجمع ما بين المتعارضات، هتقدر تعمل حاجات اللي يسمعها يقول طب ازاي؟ بالله، بحول الله وطوله سبحانه وتعالى. عشان كده لما السيدة فاطمة اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم من سوء او صعوبة مهام البيت عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها ايه؟ سبح الله 33 اذا اويت الى فراشك، واحمد الله 33، وكبر الله 34، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله اكبر 34 مرة، فذلك خير لكما من خادم. ابن تيمية بيعلق بيقول ان من نام على التسبيح اوتي قوة واوتي عزيمة. ان الانسان اللي يتعود ينام على التسبيح بيلاقي نفسه تاني يوم يقدر على ما لم يكن يقدر عليه قبل هذا. ان انت تجاهد نفسك لدرجة انك توصل انك تنام وانت بتذكر ربنا. مرة يعني اخت من اخواتنا يعني قالت لي كده، قالت لي انا يعني هي مش يعني هي واحدة قريبتي يعني مش، قالت لي انا بفضل استغفر ربنا لحد ما اروح في النوم، كل يوم كده افضل استغفر استغفر لحد ما الاقي نفسي صحيت، بس خلاص انام وانا بستغفر ربنا. تعرف انك انت تعمل كده؟ تعرف انك انت تفضل تستغفر ربنا لحد ما تنام، تفضل تسبح ربنا لحد ما تنام؟ عشان كده الكلمة الخطيرة بتاعت ابن تيمية رحمه الله لما كان يقعد جلسة الضحى من الفجر لحد الساعة 10 الصبح ولا حاجة، ثم يلتفت الى الامام ابن القيم ويقول له هذه غدوتي، ده دية الايه؟ حبوب الطاقة اللي انا باخدها، فان لم اتغدها سقطت قوتي. ما اقدرش من غير جلسة الذكر الاربع ساعات دول اللي انتم بتقولوكوا ان انا عطلت وقتي فيهم، ده دول اشتريت عمري بيهم. الناس فاكرة ان لما اقعد جلسة ذكر هاخد من وقت مذاكرتي وانا طالب، هاخد من وقت شغلي، يا ابني ده انت بتشتري عمرك، انت تلت اربع عمرك ضايع بسبب التيه والشتات، وبسبب ساعتين النوم الزيادة، وبسبب الخنقة والنفسية التعبانة المقفولة وانا اتقفلت. يا ابني انت تلت اربع عمرك ضايع في ما فيش، انت بتستنقذ عمرك باوراد الذكر بتاعتك، انت بتستنقذ حياتك. ده الورد ده يعني سبحان الله العظيم، والله يا اخواني ما نقص وقت من عبادة. الواحد ايام ما كان طالب كان بيجاهد نفسه في الاول، هقعد جلسة الضحى طب وبعدين، طب ما الساعة ديت ممكن تروح من مذاكرتي، طب هقوم الليل طب وبعدين، لحد ما الواحد يعني فضله منة الله سبحانه وتعالى بدأ يفهم ان كل ساعة بتديها لربنا في الذكر
بتاخد اضعاف اضعافها بركة في عمرك وسداد وتوفيق وقضاء لحوائجك وتيسير لامورك. يبقى الذكر والعزيمة فان لم اتغدها سقطت قوتي. انا بجري بسرعة يا جماعة لان انا الوقت يعني معانا ورقة جديدة ان شاء الله باذن الله معانا ورقة يعني احنا ورقة الاذكار يعني فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. احنا النهاردة بنحاول نعمل حملة زق في الذكر شوية لان العشر ايام دول بتوع الذكر، فاحنا عاملين ورقة رحلة المليون. رحلة المليون ديت اللي هي ازاي تبقى ملياردير بقى مالتي ملياردير بذكر الله سبحانه وتعالى. الورقة ديت فيها افضل اذكار التسبيح، افضل اذكار الحمد، افضل اذكار الاستغفار، افضل اذكار التهليل وهكذا، اعظم الاذكار بالثواب بتاعها. ولكن احنا مخلصين الكتابة بتاعتها والتنسيق بتاعها، ربنا يجزي الاخوة كل خير، يعني وسطهم اتقطم النهاردة ربنا يجزيهم كل خير قبل المغرب. فالاخ الوقت بيجري عشان بسرعة يصور هذه الورقة ليكم جميعا باذن الله سبحانه وتعالى. فاحنا الوقت هنتكلم عن الورقة وهنكمل الدرس بتاعنا، ومنتظرين انك بعد ما تركز في الورقة وتفهمها وتفهمي شرحها معايا الورقة تتوزع عليكم. يعني انا مش هقولك صور وانشر، بص يا عم طبق وبعد كده ابقى اعرف الناس. الاول الورقة دي انت لازم تطبقها انت الاول. الورقة دي محاولة يا جماعة ان احنا نساعد بعض ونتعاون على البر والتقوى، ان الايام دي تبقى ايام ذكر متصل باذن الله سبحانه وتعالى، بحيث ان احنا لو عيشنا مع الذكر ونجحنا الايام ديت هنقدر ننطلق في الذكر بعد كده باذن الله. يعني انا الوقت بمهد بس للورقة. انا كنت الوقت بتكلم عن اثر الذكر في ايه؟ اثر الذكر في ايه؟ في اخر حاجة اثر الذكر في ايه؟ في العزيمة. اثر الذكر في العزيمة، وقبلها اثر الذكر في ايه؟ في الحفظ من الشياطين، ومعها اثر الذكر ايه؟ في النجاة من المهالك، واثر الذكر في فتح ربنا عليك. ابن تيمية كان اذا اغلق عليه مسألة استغفر الله 1000 مرة يقول فيفتح الله عليه. يعني الذكر ده من اسباب فتح الله. واتكلمنا عن اثر الذكر في الكرامات والعطاءات، فاذكروني اذكركم لصافحتكم الملائكة في الطرقات. واتكلمنا عن اثر الذكر في السعادة النفسية، نزلت عليهم السكينة. واتكلمنا عن اثر الذكر في حب الله، يباهي بك الملائكة سبحانه وتعالى. واتكلمنا عن اثر الذكر في الحسنات والسيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون لما لقى جبل جمدان فقال للصحابة سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. يعني من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وفي رواية الذين اهتروا بذكر الله. يعني ايه يا اخوانا؟ المفرد ده المتفرد، الانسان المتميز. يقولك الجوهرة الفريدة اللي مميزة عن غيرها من الجواهر. عارفين اللي بيطلع الاول على فصل المتفوقين، الاول على الاوائل، المتفرد الذي افرض الله بالوجهة، المتفرد ده اللي سابق الدنيا كلها. ده مين؟ الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يبقى سبقوا ازاي؟ سبقوا في الاخرة، ما تعطلوش في الحشر، ولا تعطلوا في الميزان، ولا تعطلوا في الصراط، ولا تعطلوا في القنطرة، واصلوا للجنة قبل غيرهم. وسبقوا في الدنيا، بقوا سابقين في القيام والصيام والدعوة. ليه؟ لان ربنا فتح عليهم، لان ربنا فتح لهم ابواب فضله ورحمته، لان ربنا حللهم مشاكل رزقهم فما عطلتهمش مشاكل الرزق ولا مشاكل الاسرة، لان ربنا شرح لهم صدورهم فانطلقوا بحماس، لان ربنا ادهم عزيمة فاستطاعوا الجمع ما بين العبادات. سبق المفردون يا جماعة، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ان شاء الله باذن الله أدان العشاء جدا. طبعا في حاجات للأسف الشديد أنا حزين إن أنا مش قادر إن أنا أقولها، زي ألا أنبئكم بخير أعمالكم. ألا أنبئكم بخير أعمالكم، يعني إيه خير أعمالكم؟ يعني أكتر عمل هيجيلك في حياتك من ورا خير، أكتر عمل هيجيلك في دنيتك وقلبك وإيمانك وبيتك وذريتك ورزقك ودينك ومقامك عند الله واخرتك بسببه خير هو الذكر. الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الورق
من انفاق الذهب والورق الذهب والفضة، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم ذكر الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله نشرح الورقة ما بين الاذان والاقامة، وتركزوا معايا جدا 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 في شرحها عشان دي هتبقى منهج العمل بتاعنا الايام الجاية ان شاء الله باذن الله على ما النسخ بتاعتها تيجي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ركزوا معايا بقى يا اخواني، لان باذن الله سبحانه وتعالى يعني ايه، بحيث ان لما الورقة تبقى معاكم ان شاء الله كل واحد منكم وكل واحدة منكم يعني يبقى استوعب الموضوع كويس. افضل اذكار التسبيح، افضل اذكار التسبيح. اول حاجة سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم 1000 حسنة او يحط عنه 1000 خطيئة؟ موضوع بسيط جدا، يعني تعالوا معايا يا جماعة كده نجرب، يعني تقول سبحان الله 100 مرة. حد يعرف يجربها لنا كده؟ مين يجربها هنا ويعد الوقت؟ جرب كده وعد الوقت وقول لنا الوقت قد ايه عشان نكتشف بس يا جماعة الموضوع بسيط قد ايه. في رواية: يكسب 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة فيقول سبحان الله 100 مرة، يعني سبحان الله 100 مرة. طب لو زودنا على كلمة سبحان الله وبحمده، زودنا بس كلمة وبحمد دي تبقى ايه؟ تبقى ان قلتها 100 مرة تغفر لك ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر. يبقى دي الصيغة التانية بعد صيغة سبحان الله، صيغة سبحان الله وبحمده تغفر لك ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر. بعض الصور على النت جايبة زبد البحر ده شكله ايه؟ يعني جايبة في بعض البحار الزبد ده بيبقى متراكم وضخم جدا لدرجة ايه؟ تغفر لك ذنوبك مهما كانت. طيب الحديث بقى بتاع سيدنا نوح، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: هي صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. يبقى الشاب اللي عنده مشاكل في الرزق سبحان الله وبحمده تحلها له. طيب لو قلتها 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل بقى، مش 100 مرة بس، 100 مرة بس، يبقى تغفر لك ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر. انما 100 الصبح و100 بالليل، لا يأتي احد يوم القيامة بافضل مما جئت به وبافضل مما جئت به الا من قال مثلك او زاد. ايه ده يا جماعة؟ سبحان الله بحمد 100 مرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انها احب الى الله من جبل ذهب تنفقه في سبيل الله. احب الى الله، يبقى الذكر ممكن يرفعك للدرجة ديت؟ ده سبحان الله وبحمده. في عندك بقى سبحان الله العظيم وبحمده، حد يقدر يقولي دي بايه؟ ها؟ نخلة في الجنة الساق بتاعتها ذهب، يعني كل الذهب بتاع الستات اللي تحت وستات المنصورة كلهم لو اتجاب مش هيجيب لك ساق نخلة في الجنة. ذهب الارض الكرة الارضية كلها ما يجيب لكش نخلة واحدة في الجنة. انت بسبحان الله العظيم وبحمد تجيب نخلة في الجنة؟ من التعبيرات اللي الواحد تألم لما اسمعها، يعني زمان كلمة الامام ابن الجوزي رحمه الله: فيا مضيع الساعات كم ضيعت من نخلات، فيا مضيع الساعات كم ضيعت من نخلات. فعلا الذكر عبادة بتعرفك قيمة كل دقيقة في حياتك، انك انت في الدقيقة ما خلصتش لسه 46 ثانية، يبقى 100 مرة سبحان الله في 46 ثانية، بألف حسنة ويحط عنك 1000 سيئة. يا بلاش والله يا جماعة، بس انت مش مجري شوية؟ يعني انا لما عملتها جابت دقيقة وربع، يعني كل واحد بقول ايه، يعني الذكر اللي هو سبحان الله وبحمده ده الصيغة اللي بعد كده: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فاكر مرة واحنا طلبة حضرنا لشيخنا الشيخ محمد يعقوب، فبيقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سهلة جدا يا جماعة، 3 مرات ما ياخدوش منك 5 دقايق. فانا الكلمة خبطت في وداني، 5 دقايق يا شيخ؟ ده احنا بنفرم في 5 ثواني، 5 دقايق ايه؟ فمرة قاعد مع اخ من اخواني وهو الان من الدعاء الى الله كان معاه في الدفعة، فبيقول لي انا الشيخ محمد قال كلمة قطعت قلبي، فبقول له ايه؟ لقيته خد باله برضه من نفس الكلمة، 5 دقايق. يعني فعلا، يبقى يا جماعة احنا فعلا ما بنعيش ذكر، عشان كده ما بندقش طعم الذكر، عشان كده ما بنرتبطش بالذكر، عشان كده الدنيا بتشغلنا عنه بعد ما عملناه. انما لو عشت الذكر وانت بتقوله هتحس سبحان الله وبحمده عدد خلقه. تذكر بقى اعداد النمل واعداد النحل واعداد الطيور المهاجرة في الصور والفيديوهات اللي بتيجي، واعداد الملائكة في السماوات 7، واعداد البشر من ايام ادم واعداد البكتيريا واعداد الفيروسات. تخيل انت كده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، الكلام ده يتحفظ يا جماعة. طيب لسه في التسبيح، سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. الكلمات الأربع، الكلمات الأربع دي فيها حوالي 25 حديث صحيح في الأربع كلمات دول، منهم حديث في صحيح مسلم أحب الكلام إلى الله، يعني الأمر متعلق بحب الله. وحديث تاني خير مما طلعت عليه الشمس، يعني لو جبنا كفتين، كفة مش عارفين ايه اللي فيها والكفة التانية حطينا فيها 5 تبراج من على المشاية ما طبطش، طب جبنا كمان 30-40 عربية بنتلي وكريزلر وشوية عربيات مجاكور والعربية ما طبطش، طب جبنا كمان 7000-8000 فدان ما طبطش، طب الفدانين دخلت مباني ما طبطش، طب جبنا كمان كل الأرصدة اللي في بنوك مصر والعالم ما طبطش. نفتح الكفة التانية نشوف فيها ايه، نلاقي فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مش عايزين نوزع الورق دلوقتي، نوزع الورق لما نخلص ان شاء الله. نوزع لما نخلص بقى ان شاء الله يا شباب، الشباب الصغير واخواتنا برضو، الورق اللي وصل لاخواتنا ما حدش يوزع الورق الا لما نخلص باذن الله سبحانه وتعالى، عشان ما حدش يتشغل بالورقه عن التركيز في المعاني. بعد كده ان شاء الله كله هيستلم الورقه، يعني بالذات بالنسبه للاخوات اول ما بيلاقوا ورقه هجوم ما بيستنوش اما الورقه تجيلهم، بيحصل مقتله تحت. فيعني اخواتنا ايه، سبحان الله والحمد لله، كل كلمه بشجره في الجنه. تخيل سبحان الله بشجره كريز في الجنه، الحمد لله بشجره تفاح في الجنه، لا اله الا الله بشجره مانجا في الجنه. انتوا لسه جعانين طبعا، يعني يقينا، يعني القصه الجريمه اللي حصلت فوق دي ايه ما كفتناش، ان شاء الله هنروح الوقت ونعوض رجاله باذن الله سبحانه وتعالى. الشجره سيدنا ابراهيم لما قابل سيدنا محمد في السماء السابعه في المعراج، تخيلوا هيقول له كلمة، هيقابله مرة مش هيقابله تاني الا يوم القيامة، قال له اخبرهم اقرئ امتك مني السلام، عليك السلام يا خليل الله، واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان زي الاراضي كده، انت بقى كل واحد يغرس في الحتة الارض بتاعته اللي عايزه، انت اللي بتشكل الجنينة بتاعتك من الوقتي، واخبرهم انها قيعان وان غراسها، شوف بقى الجنينة بتاعتك انت عايز تغرس فيها ايه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يبقى اللي اجتهد في الذكر يجي يوم القيامة يلاقي الجناين بتاعته في الجنة مليانة شجر فواكه، طب واللي ما اجتهدش في الذكر هيلاقيها مليانة شجر فواكه؟ هو جزاء من جنس العمل بقى على قد اجتهادك. بل هذه الكلمات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم افضل مما طلعت عليه الشمس، بل من الاحاديث العجيبة انها تصعد الى العرش هذه الكلمات الاربع بصوتك، لها دوي فتذكر بها عند الله. متخيل ان يتسجل لك صوتك وانت قاعد تذكر ربنا ويرتفع عند الملأ الاعلى وتذكر في الملأ الاعلى، ده صوت فلان صوته قاعد يسبح في جلسة الضحى النهاردة، ايه ده صوت فلان وبيقوم الليل بالكلمات الاربع النهاردة. افضل اذكار التسبيح. النوع الثاني افضل اذكار الحمد. احنا عايزين ننوع يا جماعه عشان نحس بجمال الذكر وبلذه هذه العباده، ننوع افضل اذكار الحمد. احنا جبنا ذكرين، الذكر الاولاني لما واحد قاله النبي عليه الصلاه والسلام قال 34 ملك ابتدروه ايهم يكتبها اولا، اللي هي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بس تعرف تقعد تقولها ساعات، الواحد يقول ايه، طب انا بستريح قوي لما بقول احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب. يا عم قول كده، قول لو قلبك مفتوح لصيغه بينك وبين نفسك قول، يعني الواحد يحب كده انه يقعد ويقول محمد عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، رغم ان النصف الثاني من التحيات هو اولى صيغه في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه عليه عليه الصلاه والسلام، ولكن سيب الموضوع لقلبك، اذكر ربنا. وبعد كده بقى الذكر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه افضل من ذكرك الله الليل مع النهار، ها احفظوا معايا احفظوا معايا، هسمعه لكم اهو. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، والحمد لله على ما احصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، ومثلهن سبحان الله خير من ذكرك الله الليل مع النهار. ايه الحمد لله ايه؟ عدد ما خلق، الحمد لله ايه؟ ملء ما خلق. عارفين مين اللي اكتشف الذكر ده؟
واللي عرفوا لنا كلنا، حد عارف مين؟ دكتور عبد الرحمن الصاوي، ربنا يحفظه ربنا يبارك فيه. أول من سمعته منه كان هو، بعد كده الإخوة بقى عملته ورق وفضلوا مني تلاوة تعلمناه، يعني من باب التحديث يعني بفضل إخواننا علينا. يعني الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملأ كل شيء. انا عارف ان انتوا نجباء ان شاء الله باذن الله، انا متاكد ان انتوا كلكم حافظينها بس من باب الاخلاص، بس مش عايزين تتكلموا ان شاء الله. يعني ده اذكار الحمد، اذكار التهليل بقى، لا اله الا الله السكينه اللي بتذبح كل ما سوى الله من قلبك. عشان كده دي سر نجاه العبد يوم القيامه. يعني ايه؟ يعني الفرق بين الخلود في جهنم والخلود في الجنه يا جماعه، يعني اخطر كلمه في الوجود كله، اخطر كلمه في حياتك كلها، بل هي سر تجديد الايمان في القلب. يعني لو عايز وقاية ضد الفتور كلمة لا اله الا الله، بل افضل الذكر على الاطلاق، بل افضل ما قاله النبيون كله. طب اللي يقولها 10 مرات ياخد ايه؟ حد عارف؟ كأنك اعتقت 4 رقاب من ولد اسماعيل. طب اللي يقولها 100 مرة حد عارف؟ كأنك اعتقت 10 رقاب واخذت 100 حسنة وحط عنك 100 سيئة، ولا يأتي احد قط افضل منك الا من قال مثلك او زاد. يعني لا اله الا الله ديت وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ذكر خطير جدا. وعلى فكرة في روايات كتيرة يا جماعة في الذكر ده، ب10 مرات و100 مرة، وفي يحيي ويميت، وفي من غير يحيي ويميت. الموضوع عايز اجتهاد بقى. الحاجات اللي زي دي كأنها مسابقات نبوية للمجتهدين، في واحد وقف على انه عارف انها مرة، وفي واحد جمع حديث 10، وفي واحد جمع رواية 100 وطبقها، وفي واحد جمع روايات الميات وطبق الصيغ المختلفة. دي مضامير مجاهدة، امال الناس تتميز في الجنة بناء على ايه؟ افضل اذكار الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. عارفين افضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ايه؟ النص الثاني من التحيات، اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك ايه؟ حميد مجيد. وفي كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للالباني، الالباني ذكر صيغ كثيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالموضوع اصلا ده من السنن اللي فيها تنوع. طيب ايه الثواب بقى؟ لو صليت على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، حد عارف يحصل ايه؟ حد عارف ربنا يديك ايه؟ 10 حسنات، ها، ويكفر عنك 10 سيئات، وترفع 10 درجات، وتاخد ويصلي الله عليك بها 10 مرات. ده في مرة من الاحاديث الخطيرة، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ الصحابة لقيام الليل، فكان يصرخ: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. صحي سيدنا ابي بن كعب، فجاي قابل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بيصحي الصحابة لقيام الليل، فقال له: يا رسول الله، اني رجل يعني في رواية كثير الصلاة، او يعني بيصلي بالليل، فيا رسول الله اجعل ثلث صلاتي لك. يعني بعض العلماء قال لك يعني اخلي ثلث قيام الليل صلاة عليك، او اخلي ثلث دعائي صلاة عليك، اخلي ثلث قيام الليل صلاة عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثه على انه يزيد اكتر، يعني وان زدت فهو خير يعني. فقال له: اجعل نصف صلاتي لك. جميل، بس لو تزود. قال له: يا رسول الله، اجعل كل صلاتي لك، اقوم الليل بالصلاة عليك يا حبيب الله. عليه الصلاة والسلام قال: اذا يغفر ذنبك وتكفى همك. يغفر ذنبك، حلت مشاكل الاخرة، وتكفى همك، حلت مشاكل الدنيا. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلصتك الموضوع. حد منكم جرب قبل كده اسرار الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام؟ ده ان شاء الله تبقى لينا وقفة فيها في السلسلة بتاعت العصر، ربنا اذن يعني ان شاء الله، اسرار الصلاة على حبيب الله محمد عليه السلام. حد منكم جرب يا جماعة ما يحدث لمن يدمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني احد اخواننا جاله واحد مريض، قال له: انا من ساعة ما ادمنت الصلاة على النبي لا مضاعفات سكر ولا مضاعفات ضغط، ولا كأن عيان، ولا كأن عندي مرض اصلا. حد منكم جرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كرامتها وعطاءتها قال له: اذا يغفر ذنبك وتكفى. عشان كده قال لك:
لما تكون في مشكلة جرب انك تقوم ليلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بس انك تقوم ليلة بالصلاة عليه وانت قاعد تستشعر طبعا مواقف السيرة كلها عشان قلبك يتحرك مع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. جرب تقوم ليلة بالصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم بنية تفريج الكرب وتفريج الهم. ولا انسى ابدا يوم ما كنت طالب ورحت لشيخنا الشيخ محمد يعقوب، كنت ماكس عنده في المسجد، قال لي هات النهاردة 5000 مرة استغفار و5000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ربنا بقى ما يسر الله لي منهما بقى اتيت به. لما رجعت هنا لاحظت ان في حاجات غريبة بتحصل، لاحظت يا جماعة ان في تيسير، عارف لما يبقى في فتح حتى من جواك، يعني انت الطريق كان صعب في حاجات بتيسر. ويعني سبحان الله يا جماعة ذكر ربنا ده دواء عجيب، والله دواء عجيب لكل الابواب المغلقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورأيت في الحديث الذي كان يعظمه ابن تيمية في سنده مقال ولكن كان يعظمه شيخ الاسلام تيمية، ورأيت رجلا من امتي يزحف على الصراط ويحبو احيانا ويتعلق احيانا فجاءته صلاته عليه فاقامته على قدميه وانقذت. يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بتنجي من الصراط. طيب هتلاقوا في الورقة لو صليت عليه مرة عليه الصلاة والسلام، ولو صليت 10 مرات طبعا تدرك الشفاعة، ولو صليت 100 مرة يغفر لك ذنبك كله، ولو اكثرت من الصلاة عليه دائما. جبنا الحديث بتاع ابي بن كعب رضي الله عنه. طيب اعظم اذكار الاستغفار، حد عارف اعظم اذكار الاستغفار هي ايه؟ سيد الاستغفار، اللهم انت ايه ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. اهو انت بقى تعالى عند اعوذ بك من شر ما صنعت وتبت بقى، ما هي دي هو سيد الاستغفار ليه؟ اعوذ بك من شر ما صنعت. يا رب انت عارف واحد بيتقصف بالطيارات وهو بيقول يا رب نجيني منها، الطيارات دي عاقبة الذنوب بتاعك وانت بتقول يا رب اعوذ بك من شر ما صنعت. هو يعني ايه الاستغفار اصلا؟ من المغفر، المغفر ده الغطاء اللي بيحمي الراس من ضربات السيوف في الحرب. يعني الاستغفار ده بالظبط زي واحد اتشاكل مع 100 بلطجي، ال100 بلطجي بيجروا وراه بالسيوف عايزين يقطعوه، قام داخل المسجد وقافل عليه، طول ما الباب مقفول مش عارفين يدخلوا له، الباب ده اللي هو ايه؟ الاستغفار. الباب ده اللي هو الاستغفار، والبلطجيه اللي هم ايه؟ ذنوبك هتقطعك، والاستغفار ده المغفر اللي بيحميك من ضربات السيوف بتاعتهم. فتيجي عند اعوذ بك من شر ما صنعت، يا رب انقذني، يا رب انقذني من الاثر الدنيوي للمعاصي بتاعتي، والله ما اقدر استحمله، انقذني من اثر معصيه عند الموت وفي القبر ويوم القيامه، اعوذ بك من شر ما صنعت. تقولها بكل ذره في كيانك، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. طبعا يعني زي ما قلت لكم يا جماعه ممكن تقول استغفر الله العظيم واتوب اليه، يعني ما يعني لو انت قلبك مستريح في الحمد انك تقول الحمد لله او احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب، ما ده حمد يا جماعه، ذكر الله. لو انت في التسبيح عايز تقول سبحانك ما اعظمك، سبحانك سبحان الله، انطلق انطلق. ولكن ديت اعظم صيغ وردت في السنه، ويعني طبعا في كنوز اخرى موجوده معاكم. المقصد يا اخواني في الله ان بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى الفكرة بتاعتنا ايه؟ ايه الفكرة بقى يا اخواني؟ الفكرة الوقتي ان احنا في ايام الذكر، وان احنا الوقتي بنحاول نخلي الايام دي دورة تربوية مكثفة في معاني الذكر، ازاي ان احنا ندمن الذكر. قلت لكم ان هدفنا السنة دي ان احنا بنذكر ربنا في العشر كتدرب ان نعيش الحياة كلها مع ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا توجد سعادة ولا لذة ولا أمان ولا عطاءات ولا نفحات مثل ما يعطيها الله سبحانه وتعالى للذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الورقة تتوزع عليكم الوقت، يا ريت بقى إخواننا وأخواتنا اللي معاهم الورقة يا ريت يبدأوا يوزعوها بقى على الإخوة فوق والأخوات تحت بإذن الله سبحانه وتعالى. الورقة ديت هتبقى منهج لينا يا جماعة، مش عايزكم تنسوا. الحاجة الأولانية الجمعة الجاية إن شاء الله يبقى إيه؟ يوم عرفات، هيبقى في المسجد هنا ايه ان شاء الله فطار جماعي طبعا مفتوح، طبعا المره الجايه فطار جماعي للاخوه والاخوات باذن الله سبحانه وتعالى مفتوح. ده يوم عرفات بقى، يعني ايه يعني يا بخته اللي معاه فلوس ويفطر الناس في هذا اليوم، والله هيبقى ان شاء الله. احنا هنيجي هنا من قيام الليل ان شاء الله يوم عرفات زي كل يوم، احنا كل يوم بنيجي هنا من قبل الفجر وبنقعد لحد قبل المغرب باذن الله سبحانه وتعالى، يعني كتشجيع على الطاعه وعلى العباده. يوميا بدي سلسله الفجر اللي هي سلسله اصول الوصول الى الله من سوره الحج، يوميا بشرح صفحه من سوره الحج، صفحه واحده في ربع ساعه باذن الله. وبعد كده بنعمل حلقات
لتلاوة وحفظ هذه السورة، بحيث ان احنا نخرج في الاخر بصورة كاملة من القرآن، فهمناها تلناها حفظناها جودناها كمان، والتجويد بتاعها. والعصر بدي سلسلة اسرار الذكر اللي الدرس ده تابع ليها، سلسلة اسرار الذكر بنتكلم عن معاني الذكر ونفحات الذكر باذن الله سبحانه وتعالى، واحدة واحدة مع بعض ان شاء الله باذن الله. الجمعة الجاية زي ما احنا هنتقابل، طبعا هيبقى الدرس الاساسي هو العصر، الدرس الاساسي يعني درس المغرب هيبقى العصر باذن الله سبحانه وتعالى، وبعد كده ان شاء الله باذن الله هنفطر مع بعض، ويبقى الكلمة الختامية بتاعت ماذا بعد العشر. وبعد كده ان شاء الله الشباب اللي عايزين ينزلوا جولات من اجل ان يقوموا المعاصي بتاعت ليلة العيد ينزلوا، واللي عايزين ينطلقوا لبيوتهم ينطلقوا باذن الله. اخواننا واخواتنا على شبكة الانترنت، اخواننا واخواتنا على الغرفة الصوتية، ان شاء الله باذن الله في ورشة بعد الدرس، ورشة عامة بعد الدرس مع دكتور محمد الشيخ، دكتور محمد الشيخ، ورشة عامة هتبقى لمدة 3 ايام، النهاردة بعد الدرس وبكرة وبعده باذن الله سبحانه وتعالى، بعنوان مشاريع العشر. ورشة مع دكتور محمد الشيخ، هيجيب كتاب مشاريع العشر للشيخ محمد يعقوب، وهيشرحه على النت على الغرفة الصوتية في موقع طريق الى الله 3 ايام ورا بعض. فانا بقول لاخواننا واخواتنا على النت ان دي هتبقى ورشة مفتوحة لمدة 3 ايام، نتعلم ان احنا نمسك كتاب نخلصه ونحفظ بقى عشر ذي الحجة بيتعمل فيها ايه، ونطبق باذن الله سبحانه وتعالى مع دكتور محمد الشيخ. الورشة العامة هتبدأ بعد الدرس باذن الله، ارجو ان الاخوة يعني برضو يعملوا عليها جولة على النت، وبرضو يتواصوا بيها، وبرضو يركزوا فيها كويس جدا 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 جدا، لان ده مستقبل يعني جزاه الله خيرا ان هو هيقعد معنا 3 ايام على النت عشان يفهم الناس كلها ايه الاعمال الصالحة اللي تتعمل في عشر ذي الحجة باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم ويبارك فيكم يا اخواني. الورقة دي هنعمل فيها ايه؟ ها الورقة دي شغلتك بقى، شغلتك تقعد طير، عايز تقول سبحان الله وبحمد الف مرة قول، قولي اجتهد بقى على قد ما تقدر، ده اذكار مطلقة باذن الله، عايز تقول على قد ما تقدر قولها ليل نهار، بحيث ان احنا بعد عشر ذي الحجة نخرج تتقال. طب هات لي نسخة، نسخة بحيث ان احنا نخرج بعد عشر ذي الحجة باذن الله مع الورقة دي، تتقال على الاقل مرة يوميا جلسة الضحى او خلافها، تبقى الاذكار ديت ان شاء الله محفوظة، اسمها رحلة المليون، كنوز لا تعوض من فضائل ونوايا الاذكار، بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدوائر اللي حواليها ديت الفضائل، والتانية التهليل، والتالتة والتانية التهليل، والتالتة التهليل لا اله الا الله وحده ولا شريك له، والرابعة الحمد، والخمسة الاستغفار، والسادسة التسبيح. يعني اللهم لك الحمد على نعمة ربنا وعلى منة الله سبحانه وتعالى، ربنا كريم والله يا جماعة. عايزين ان شاء الله الورقة دي تبقى معانا بقى حصن كده في هذه الايام، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا جميعا، وان يفتح علينا في ذكره ليلا ونهارا، ويجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.